إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا مع الإسلام كالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله. فصلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبنا يا رسول الله، صلوا عليه إخواني وسلموا تسليما. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، حيث يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بما ترضاه لنا وعنا، آمين آمين. أما بعد، كما تعلمون أيها الإخوة المؤمنون أن الحياة تجري وأن الأعمار تتسارع وأنه لا بد من اليقظة وإعادة الحسابات وتقييم الإنسان لتاريخه ولحياته لعمله في ظل الإنجازات المرجوة في كل ضمير وفي كل قلب. هناك أحلام، هناك مشاريع، هناك أفكار، هناك أشياء يريد أن يحققها، فلا بد أن تكون هذه الأيام أيام مختلفة، يجلس الإنسان مع نفسه ليراجع ويعزز من مواطن القوة ويعالج مواطن الضعف ويرتقي ويتجدد مع الله سبحانه وتعالى. وأراني كما عودتكم أركز في كل خطبة ومحاضرة على مشروع أقترحه ليكون متبنا، وأقدم لهذا بمقدمات. في الصفحة السادسة من القرآن، أقصد المصحف، الله سبحانه وتعالى ذكر لأول مرة إبليس، والملاحظ أنه ذكره باسمه إبليس. وفي نهاية الصفحة قبل أن يختم ذكره بصفة مختلفة، قال عنه شيطان. فما الذي حدث في نفس الصفحة أو في الصفحة نفسها حتى غير الله وصفه من اسم إلى صفة؟ وهذه الصفة في لغة العرب سنشرحها بعد قليل صفة سلبية. الذي حدث إخواني أن الله عز وجل أمر الملائكة أن يسجدوا طاعة له لآدم تكريما له، فسجد الملائكة إلا إبليس أبى. وأبى هنا تحمل معنى ليس فقط الرفض، وإنما تحمل في طياتها التكبر، ويدل على ذلك أنه في موضع آخر علل الرفض والإباء فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. مع أن المقام لم يكن مقام تفاضل، المقام أمر من الخالق للمخلوق، وما على المخلوق إلا أن ينفذ وأن يقول سمعنا وأطعنا. لم يكن المقام مقام تفاضل، ولم يسألك الله عز وجل أنك أحسن أو غير أحسن، لكن هو التكبر مرض عضال يخرج من داخل المتكبر نقصا،
أنه دائما يريد أن يعوض هذا النقص من خلال التكبر على الآخرين. لذلك التكبر منبوذ، التكبر يخرجك من أصدقائك، من دائرة الصداقة، من دائرة الأحباب. الكل ينبذ المتكبر لأنها صفة سلبية سيئة. فإبليس كأنه أدرك بخبرته أن وجود السجود لهذا المخلوق الجديد سيأخذ مني الأضواء. كثير من الناس قد يشعر أنه مهدد من خلال قرين ما متساوي أو مساوي له في العلم والدرجة والرتبة، فيبدأ يعني يحفر له حتى يوقعه في مشكلة، الخوف من التنافس أو المنافسة. فيبدو أنه أدرك إبليس أن الشرف سيكون لآدم ولذرية آدم، فكبرياؤه وتكبره أدى به إلى المعصية. إذن المعصية، إبليس عصى، وعصى من؟ عصى الله الخالق في أن يسجد لمخلوق، فاستحق اللعنة والطرد. وأعيد بلغة أخرى، رفض أن يسجد لآدم فطرد ولعن. نقولها لمن يرفض اليوم أن يسجد لله، ماذا تتوقع؟ وضحت؟ فالرفض لله، أن ترفض أمر الله، هذه معصية، معصية، عصيان الخالق. من قال لك أن المقام مقام تفاضل؟ طيعوا، سمعنا وأطعنا. عندما يكون الآمر الله لا تنظر إلى غير ذلك، على طول سمعنا وأطعنا، لبيك ربي. إذن يبدو، ولاحظوا السر الجميل في ترتيب سور المصحف، في آخر سورة في المصحف لسورة شو؟ سورة الناس، يذكرنا الله عز وجل ببداية المشكلة، عم بحذرك يا بني آدم في آخر المصحف فيما حصل في أول المصحف. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شو؟ من شر الوسواس الخناس اللي هو إبليس، اللي تعاهد في أول السورة في سورة البقرة أن يضل آدم وأولاد آدم. فربنا ختم الكتاب بتحذير وتذكير، انتبهوا، أول المشكلة كانت هناك، وهيني بذكركم هذا مترصد لك. لذلك لو أننا نريد أن نقول ما مشروعنا في العام القادم الجديد 14-41 هجري، خلينا نقول مشروعنا الطاعة، بدنا نزيد من جرعة الطاعة لله سبحانه وتعالى في العام القادم. طب يا إمام احنا بنطيع، ما عندنا مشكلة، ما احنا أصلا على الصراط المستقيم، ونقول في سورة الفاتحة في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. طيب ما أنت على الصراط، كيف تقول اهدني؟ هذه طلب البقاء، طلب ماذا؟ البقاء، يعني ابقني يا ربي، اهدني للبقاء على الصراط المستقيم، لا تجعلني أفتن في الطريق. والطريق أحيانا تكون ماذا؟ طويلة، ولا تعرف أنت ماذا؟ في المستقبل. فالإنسان يطلب العون من الله وهو في الرخاء، حتى إذا ما جاءت الشدة جاء العون. مفهوم هذه النقطة؟ إذن طاعة الله سبحانه وتعالى خلينا نقول هي مشروعنا للعام القادم.